سبقت خبرتكم بأن الدولة كتعطي واحد الضمانة مالية كتوصل 100% كنوع من الدعم باش هكذا الناس يقدروا يشريوا الديور هنايا في إسبانيا. دعم سميتو أفال إيكو، وكنت هضرت عليه في مجموعة من الفيديوهات. اليوم غنشرح لكم فين وصل هذا الأفال، حيت كان باقي ما تلونصاش، شكون هما الأبناك اللي ممكن أنكم ديروا معاهم، فوقاش غيبداو العمل بهذا الكريدي ديال 100%، وكيفاش ممكن أنكم تطلبوه. ما تنساوش شاركوا الفيديو وتفعلوا معنا في الريلي السوشياليس انستغرام تيك توك باش هكذا تشوفوا الفيديوهات ديالنا المختصره. السلام عليكم، كنتمنىكم بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. اذا واحد الضمانه ديال 20% على السكن اللي كتعطيها لك الدوله باش هكذا تشري الدار ديالك هنايا في اسبانيا. طبعا 80% كتعطيها لك البنكه و20% كتعطيها لك الدوله. بالتالي هو واحد الكريدي اللي كتاخذو اولا واحد الضمانه ديال 100%، يعني واخا ما عندك حتى شي مدخول مخبعو باش تشري دار، ممكن انك تشري دار عن طريق هذا الافال ديال 100%. اذا كانت الدار كتسوى 90 مليون غتاخذ 90 مليون، الا كانت الدار كتاخذ 80 مليون غتاخذ 80 مليون. ولكن السؤال دابا، واش هذا كريدي اولا هو عباره عن مساعده؟ شرحت لكم في جوج ديال الفيديوهات بانه هو عباره عن ضمانه، وواحد المبلغ ديال 100 المليون مثلا اولا 90 مليون اورو غتعطيها لك الدولة باش تشري الدار، ولكن مفروض عليك انك ترجعها للدولة في ظرف 10 سنين. كتعطيك واحد المدة ديال 10 سنين باش ترجع هاد الضمانة هذه، ماشي مساعدة. يعني واخا خديتي 100 مليون خصك ترجع 100 مليون. شكون هما الناس اللي قدو يشريو هاد الدار هذه ويستافدوا من هاد الدعم ديال 100%؟ اولا الناس اللي باغيين يشريو خاص ضروري يختاروا واحد الدار اللي ما تعداش 100 مليون او 100000 اورو، يعني 90 80 70 الى وصلت ل 100 راه ماشي مشكل، ولكن ما تعداش 100. الا تعدات 100 الضمانه ما غاديش تعطى لك، او لا الكريدي ما غاديش يتعطى لك من الاول. ثاني شرط خاص يكون عندك الانغريسوس، يعني ماشي انت ما خدامش وغادي تمشي تطلب واحد الكريدي ديال 100 مليون، راه مستحيل انه يعطيه لك. ضروري خصك تكون خدام وعندك الانغريسوس باش هكذا تقدر ترجع هذا الكريدي اللي غادي يكون عليه. واش ممكن انني ناخذ الكريدي من اي بنكه بغيت؟ غادي تاخذ الكريدي فقط من الابناك اللي غادي تحددهم الدوله. كاين مجموعه من الابناك اللي غتحددهم، باقي ما لونصتش الليستة ديالهم، غتلونصي الليستة ابتداء من نهار 1 في شهر 5 2024، حيت تما غادي تسني الكونفوكاتوريا مع الابناك باش هكذا الناس في الصيف يقدروا يطلبوا هذا الكريدي هذا. ولكن كاين واحد البنطاخه اللي هي اي واحد عنده مثلا انت عندك فاتحه الكونتا بنكاريه ديالك مع مثلا بي بي او بي ا، ممكن انك تاخذي الكريدي من جهه اخرى، يعني من بنك اخر، ماشي ضروري خصك تكوني فاتحه الكوينطا مع هذيك البنكه هذيك، تقدري تاخذيها من البنكه الثانيه اللي غادي تحددهم الدوله في الايام المقبله. العمر ديالك يكون اقل من 35 سنه، اولا اذا كان اكثر من 35 سنه خاص ضروري يكون عندك الوليدات باش هكذا تطلب هذا الكريدي هذا. إلا كنتي فاميليا مونوبارينتال غادي يكون عندك البنطاخص أكثر، وممكن أنهم يعطيوك الكريدي ديال شي دار واخا كتعدى شوية 100 مليون. طبعا كما قلت في البداية خصك تكون خدام، عندك الإنغريسوس كيدخلو. إلا كنتي غادي دير الدار بالإسم ديالك فقط، يعني بإسم شخص واحد، الإنغريسوس ديالك في العام كله خصهم ما يفوتوش 37800 ديال الأورو في السنة كاملة. وإلا كنتو جوج ديال الناس مثلا الزوج والزوجة باغيين يديروها بجوج بهم، خاص الإنغريسوس ديالكم ما يفوتوش 75600 ديال الاورو في العام كله. هادشي خصكم تزيدوا عليه 200 ديال الاورو ديال الايخوس، يعني هاد 75000 غادي تبقاو تزيدوا 200 ديال الاورو 200 ديال الاورو 200 ديال الاورو على كل طفل عندكم. نهار فاش غادي تبغيو ديروا هاد الكريدي او لا تاخذوا هاد الكريدي وتمشيو للابناك، هما غادي يشرحوا لكم اكثر على حسب السيتواسيون ديال كل عائله بوحديتها. انا كنعطيكم بصفه عامه، وملي غادي تمشيو تاخذوا الكريدي غادي يشرحوا لكم على حسب الا كنتوا ثلاثه الافراد او اربعه الافراد او خمسه الافراد، حيت المبلغ تما كيتبدل. المبلغ كنهضروا هنايا على الانغريسوس ان جينيرال ديال العائله اللي كيدخلوا لها في النهايه ديال العام. هذا الافال هذا غادي يبدا بدايه شهر مايو، فاش غادي يديروا هذه الكونفوكاتوريات مع الابناك، وغادي يستمر حتى 31 في شهر 12 2025، يعني عندنا عامين ممكن اننا باش تقدم لهاد الضمانه هذه. وكما قلت في البدايه عندكم 10 سنين باش هكذا تقدروا ترجعوا هذا الكريدي هذا اللي غادي يكون عليكم. دابا نجي ندوزو للسلبيات ديال هذا الافال هذا. دابا الرسوم ديال البنكه نهار فاش غادي تمشي تاخذ الكريدي، واش هما داخلين في هذاك المبلغ اللي غيعطيو لك او لا خصك تخلصهم ابارتي؟
الجواب هو خصك تخلصهم ابارتي، يعني الانغريسوس اللي غتخلصهم للبنكه على حساب باش تاخذ الكريدي، حيت ملي كتاخذ الكريدي ضروري كتخلص الرسوم ديال الملف ديالك، الرسوم كتخلصهم انت ما داخلينش في داك المبلغ اللي غادي تعطي لك ديال الكريدي. هذا المبلغ ديال الرسوم واش غير رجعوه لك؟ طبعا الا ما خلصتيش الكريدي واش غادي يكونوا عندك عقوبات؟ طبعا غيكونوا عندك عقوبات ماليه الا ما خلصتيش في ظرف 10 سنين بلا ما تنوتيفيكا او لا تعلم الوزاره ديال الاسكان والتعمير والبنكه اللي غادي يعطيوك هذا الكريدي. طب في هذه الحاله الا ما علمتيهمشي غيكونوا عندك غرامات ماليه كتضاعف على المبلغ اللي خصك ترجعه. يا خديتي 100 مليون ممكن انه يضاعفوا لك هذا المبلغ وتخلص الدوبل ديال المبلغ. علاش؟ كعقوبه حيت ما علمتيهمش بانك ما غتسددش الدين في 10 سنوات. الا علمتيهم في هذه الحاله ممكن انهم يزيدوا لك في المده ديال الكريدي ديالك، مثلا عندك 10 سنين خصك تخلص فيها يقدروا يزيدوا لك عام او عامين باش هكذا تخلص الكريدي ديالك. المهم هو انه خاصكم تعلموهم واش الكريدي خصني نرجعو 100% او لا نرجع النص ديالو فقط. طبعا الكريدي خصك ترجعو 100%، الا خديتي 100 مليون خصك ترجع 100، خديتي 90 خصك ترجع 90 مليون كامله مكموله. الرسوم كما قلت في البدايه ديال الملف وديال البنكه ما غاديش يرجعوهم لكم، غادي ياخذوهم هما كاملين كيبقاو عند البنكه. هادو هما الديسفانتاجات اللي كاينين اولا السلبيات اللي كاينين ديال هاد الكريدي هذا. حد موفق للناس اللي غادي يبغيو يستافدوا من هاد الكريدي هذا ولا من هاد الضمانه هذه. كنشارك معكم جميع الحاجات باش هكذا تنحطوكم في الصوره. الا بغيتوا توضيحات اكثر ابتداء من ماي تمشيو للابناك وغادي تشوفوا الابناك اللي ممكن انكم تستافدوا منهم، وطبعا كل بنكه غادي تعطيكم الشروط ديالها حتى هي. ما تنساوش شاركوا الفيديو وتفاعلوا معنا في الريلي سوسياليس انستغرام تيك توك باش هكذا تشوفوا الفيديوهات ديالنا المختصره. نلقاو في فيديو جديد. تمام.